السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور قريبان كدير بشير. حياك الله اختي رشيدة. كدير أخويا لاباس عليك الحمد لله. الله يبارك فيك لالا. حنا كنشكرك بزاف على هذا البرنامج دكتور بزاف راه كنستافدوا منه بزاف. الله يعلم مقامك بنتي. بغيت نعاود لك دكتور على واحد الحالة ديالي أنا يا 6 سنين هذه وأنا كنعاني من واحد النفس ولا ساحر ولا ما نعرف. إيه. كيجيني يا دكتور بزاف والأغلبية كيجيني بالليل من وراء العصر دائما. لا إله إلا الله. وشي يوم كندوز كيقول لي عندك في الأعصاب غير الأعصاب غير الأعصاب ولكن ما عندك الأعصاب أنا كنحس براسي عندي ديك الشيء حيت كنشوف أحلام خايبة. لا إله إلا الله. وكان في بعض المرات في الليل كنلقى براسي كنهضر ويدي عاوجيني. لا إله إلا الله. ماشي مرة ماشي جوج. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدكتور داعى معايا وكاع المستمعين ديالي آمين. يا ربي بنتي رشيدة يا ربي. رشيدة بنتي تزوجتي ولا مازال؟ لا أنا مزوجة وعندي زوج وليدات. الله يخليهم لك يا رب. وكيدير مع العلاقة الزوجية ديالك؟ بخير وعلى خير راجلي الله يعمر لي الدار مرتاح معاه لأقصى درجة ماشي زعما ماشي مشكل معاه. وهذا المس كيأثر عليك شوية؟ كيأثر عليا بزاف دكتور بزاف بزاف. لا إله إلا الله بنتي الله يشافيك الله يشافيك ويعافيك بنتي رشيدة الله يشافيك يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا الله. المشكل ديال أختنا رشيدة هو حتى هو كاين متعدد. شحال ديال الناس كيعيشوا ما عندهمش أزمة كيقلب على الأزمة المالية ولا الأزمة التعبير ولا أزمة التفكير ولا أزمة حقوق الإنسان. عنده مشكل آخر عنده مضارب مع الجن مضارب مع عالم الأرواح الخبيثة. إذا سولتك يقول لك أنا ما بغيت والو أنا بغيت غير الناس مزيان وارتاح في نومي أنا بغيت غير هادشي حيد مني. إذا سولتيه صراعه مع ليس مع البشر صراعه مع عالم الأرواح الخبيث. الله يحفظ يا ربي الجميع. الحالة بنتي رشيدة هكذا الأعراض اللي ذكرتي كتبين بأن ماشي أعصاب لأن في الطب غالبا غادي يقول لك عندك أعصاب عندك قلق عندك وسوسة عندك هواجس وكيعطيك واحد المجموعة ديال الأدوية مهدئة قد يكون فيها نسبة من الصحة لكن بالنسبة للأعراض اللي ذكرتي هذا كتسمى المس لأن المس من الأعراض ديالو كيظهر بعد العصر يعني بعد اصفرار الشمس كيكون الانسان في النهار عادي طبيعي غير كيغرب كيود العصر وكتصفر الشمس كيبدا شي حاجه كتغير لي في الجسم ديالو وكانه ليس هو وكيلقى تنمل في جسمه ضيق في تنفسه كيوقع لي التغيير في المزاج ديالو في النوم ايضا من الاعراض هو ان الانسان كيكون النوم ديالو كيشعر اما هناك من يخاطبه اما هناك من يلامسه وحتى هناك من يضاجعه كيشعر بواحد المخلوقات غريبه حوله كاين اللي كيسمع نفس كاين اللي كيسمع تقرقيب كاين اللي كيجر على الغطاء كاين اللي كينزل عليه بحال مغطاط قوي كل هذا من عالم الارواح الخبيثه. هاد الارواح بنتي رشيده كتسلط على الانسان لاسباب كاين اللي كتسلط عليه من باب السحر شي واحد بغى ليه الاذى كاين السحر معروف ديال البوار وكاين السحر ديال الاوهام وكاين السحر الله يحفظنا واياكم ديال تسلط الارواح الخبيثه كيعود الانسان عند كاين خادم كيصيفطوا لهاد الناس وكيعود كيبرسطوا ما كيخليش يرتاح. النوع الثاني كيجي عن هم وغم شديد لان هاد الارواح الخبيثه كتقلب على الانسان المهزوم الانسان اللي شعر بانه محبط واللي ديما كيقول انا ما عندي زهر وديما كيبكي وديما كحزين هي كتقلب على هذا لان المدخل اليه سهل كتدخل اللي كتسكن فيه كيعود عنده المس. البارح كان عنده غير القلق والاوهام والاكتئاب تحول الى مس كيف؟ لان هذه الارواح كتقلب على هذا النوع حتى الباب مفتوح المدخل يسير. النوع الثالث كيكون قلنا كيجي عن سحر كيجي عن او امراض واوهام وكيجي الامر الثالث عن اعتداء
يعني ارواح خبيثه كتبغي تعدى على واحد الانسان، انسان داخل سوق راسه ما عنده لا سحر ما حتى واحد ما ظلمه بخير ولا خير، كتمشي هاجم عليه هكذا بحال شي واحد قطع الطرق. انت غادي في الطريق ديالك سليم، جا واحد تعدى عليك خطف لك البورطابل، ولا جا عندك ودا لك رزقك، ولا جا وضربك او تحرش بك او غير ذلك. هكذا يقع في عالم الجن، هناك ارواح خبيثه ظالمه كيسموا الجن السفلي، هناك الجن العلوي هذوك صالحين معابدين ذاكرين، كاين اللي افضل منا في العباده والايمان، وهذوك تلقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرا القران الكريم وتحلقوا حوله وسمعوا القران وقالوا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. وفيهم اهل توما عندهم الحج وعندهم الصيام وعندهم اركان الاسلام، هذوك كيتسموا الجن العلوي، هذوك صالحين ما مساليش ليك. شكون اللي كيتعدوا عليك؟ الجن السفلي، دوك اللي جالسين في الاسفل، هذوك يكونوا اسفل سافلين، هذوك يكونوا ظالمين بحال قطع الطرق بحال لي كلوشار، هذوك كيقلب كيقلب كيفاش يأدي. هما اللي كيوظفوهم بعض السحره والمشعوذين، ملي كنسمعوا حمو الاحمر او عائشه مول الحناني او حمو الزرق او هذو كلهم يتم توظيفهم في عالم الشعوذه، لانهم يميلون الى الدم ويميلون الى القوة ديال هؤلاء الناس. هاد المخلوقات القوة ديالهم هي قدرتهم على الفزع فقط، ما عندوش قدرة أخرى، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز ليفزع الذين آمنوا. القوة اللي عنده أعطاه ربي القدرة على الفزع، إنهم يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. القدرة على الفزع يقدر يجيب رزقك، تكون جالس في الدار كتسمع تقرقب، كتسمع الروبين كيقطر، كتسمع الدفة كتحل، كتسمع شي واحد كيكحب او كيشخر حداك وما كاين تحت في الدار، او كتسمع بان الغطا كيتجر، كل هذا غير واحد الجن ما عنده ما يدار، عنده الفراغ بيطالي كيجي كيبرزطك وكيصدعك. الا تمكن منك وخفتي وترتعشتي وارتعدتي راه كيتمكن منك وكيعذبك. الا لقى فيك القوه ولقى فيك الصلابه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.